رحيم طبعا ارحب بكل الساده الموجودين ونشكركم على الحضور ونقول لكم مبروك مبروك للكاس الكبير مبروك للتعليم مبروك للمكتب مبروك للجمهور الكبير اللي كان يدور كبير جدا انا قلت اكتر من مره وبقول لهم الحمد لله على السلامه للجمهور اللي شرفنا ان شاء الله النهارده وكان ليه دور كبير الفتره اللي فاتت كلنا زعلانين وعندنا حزن من داخلنا لان اولاد صغيرين ما عملوش حاجه ولكن الحمد لله والشكر لله كلهم طلعوا بالسلامه فبشكرهم. الحاجه الثانيه قرات المباراه الحمد لله والشكر لله. طريقه اللعب اللي لعبنا بيها النهارده مختلفه شويه. عارفين ان الرجاء اخر اربع خمس مباريات اتحسن بشكل كبير جدا مع مدرب لعبوا كوره على الارض لعيبه صغيرين بيلعبوا دايما في العمق فالحمد لله والشكر لله قفلنا العمق النهارده بثلاثه في نص الملعب عبد الغفور للذات وليد غيروف محروس اجبرنا الرجاء ان هو يلعب الكوره الطوليه ودي مش الرجاء اللي كان بيلعبه في الفتره الاخيره واشتغلنا الحمد لله على الكوره الثانيه والحمد لله الواحد انت بتقرا المباراه وفي الاول والاخر توفيق ربنا سبحانه وتعالى تعمل سيناريو قبل المباراه والحمد لله احنا زي ما قلت لو زحمه في نص الملعب كتير اعتمدوا على الكره الطوليه الحمد لله اشتغل معاه سليمان ومراد ومنصف بشكل كبير جدا وعندهم هوايه وبعديها خالد الحمد لله والكره الثانيه كنا دايما بناخدها الحمد لله اللعيبه كانت رجاله اللعيبه نفذت وانا قلت طول ما الكل بيتكاتف في الرمل الكسبي ان شاء الله الرمل الكسبي الامين. النهارده غير الماتش اللي فات انا قلت قله كانت بتشتم قبل المباراه ولكن النهارده لا شفت روح حلوه شفت كله بيشجع وانت مغلوب ما تبقى كسبان الرجاء ما تبقى مغلوب من الرجاء 1-0 وترجع للمباراه ده شيء مش سهل خالص الحمد لله نتيجه واداء بشكر اللاعبين بشكر المكتب بشكر الجمهور بشكر الجهاز الفني والطبي بشكر كل الناس اللي كان ليها دور كبير جدا ان احنا نوصل للمكان ده صدقوني والله احنا تعبنا فتره اعداد ومعسكر كبير جدا ولكن الحمد لله ربنا بيدي كل مجتهد الحق الحمد لله والشكر.